الوالد واخوانه ضغطوا عليه والحمد لله استمر نور، وان شاء الله ما نخسر اي لاعب. ونور تعرفين يعني هو اللاعب الاول عندنا في النادي وكابتن المجموعه، فلذلك ما نبغى نخسره بصراحه. طب هاي نور قدامك، شو الشغلات اللي ما بتحبها بنور؟ لا لا ما في شغلات، احيانا يكون عصبي شوي، هي احيانا. طيب الشغلات اللي تحبها بنور؟ خفه دمه هذه اهم شيء، وطيبه قلبه. طيب اضحك. لا ما يبغى لا ضحك، لانه سيريوس اللقاء يعني جدي، ما افتكره زعق بس في الباص اليوم على موضوع كذا كان فاهمني غلط، فلما وضحت له الصوره شوفي دحين ابتسم. يعني بتخانقوا اوقات يعني اوقات مو دائما يعني. نور انت شو بتحب بحمد؟ ولا شيء. هل عم يقول لي هو انت البيست فريند؟ لا هو بس ولا شيء ما يعجبنا فيه، دائما يسبب لنا مشاكل.